حاجات كتير يعني. فاللعبه خطر جدا، بلاش تلعبوها. تعالوا تلعبوا اللي هي بالرشاشات والكده. بلاش بابا هيخسر في دي. دي واه ولا فيها تاني؟ لا 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 الطرش حتى الشتا جون 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 اهو اهو قلنا في الركن اهو. بس لسه في الركن واحد زيت حطها في النص يبقى خض والله غشيت. ايه يلا مش لا اوعى العم واحد اثنين صفر هتلعب بس غير ملعب غير ملعب. انا كسبت اول سكري يلا. ايوه كده 2-1. لا ما تتعبكش هتلعب ولا هتتعبك؟ يلا تسكن مش في النص طب اقول لك ايه يا محمد سيبها سيبها هاتها كده خمسة وربع لازم خمسة وربع على اثنين يبقى خمسة وكام؟ أربعة. أنت هتقعد جنبي يخلص يا ابني أهي. إحنا أربعة. حتى هنا أهي خلاص كده حلو؟ كده؟ أه. مش استنى كده مظبوط. ماشي يلا. انت حمار انت بتشوط من فوق انت ما بتشوط من فوق يا حمار بتزوطها لتحت في المايه كده بص لا انت شفتها من الملعب بالمضرب 1-0 ما تشوطش من فوق يا حمار بص انا بتشوط من فوق كده فانت بتزوطها لتحت فاهم ماشي انزل اقعد تحت كده على ركبك عشان لما تشوط تشوط كده فاهم فزعها لقدام يلا واحد بس تسوي يلا لا 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 والله خدتنا على الغضب يبقى كده انا كسبت كسبت انت والله خدتنا على الغضب 2-1 خدتنا على الغضب ايوه بس كتير جبت 2 الاول صح هي الكاميرا عايزه لو جت عليها ميه لا استنى دي بابا اقترحها هي اللي هو هيعمل ايده كده توريه اوريك هيلعبها اتفضل فيها يلا 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 هلعبها ضد كده مش ثاني يلا يا محمد يلا لعبه جديده ظهر لوت من فوق ايدك غير مرس محمد النص يلا سيمبا لا وسيمبا كمان يلا محمد واحد يلا سيمبا انا ماسك صح لا سيمبا لا ماسك سعانة؟ ايه كالسعانة؟ اللوزر الجديد يا جدعان خلفت من الملاعب انا اخترت ومحمد كيف ما شاء الله ما اعرفش ازاي احنا انا المفروض اللي اكسب انتصر انتصر مني فهمت؟ انا اللي هعد انتوا ايه يا سيمبا في ايه؟ ارجع كل رجله على البتاع فوق 1-2-3 مليكة محمد وبعدين سيمبا سيمبا الوحيد اللي كان بيطبطب يا جماعه ظهر الحق يا جماعه عملنا فار ولا وثلاث مليكة بتطرطش استا انا اللي كسبت انا لا الكاميرا بتقول ان انت بتطرطش هو بيطرطش عادي كانش بيطرطش انا كسبت يا جماعه وسيمبا خلفت في الملاعب لوزر ومليكة خلفتي برضه في الملاعب كله خليفه في الملاعب يا جماعه الناس اللي ما عندهاش رشاشات زي دي فاخترعنا لعبه ان هما هيزقها بالميه في زينه واللي جاب عند الثاني الاول يا يعني مثلا دلوقتي بلا ما نبوظ ها تحت وانا بعت الناس يلا جايبه جايبانا كلنا يلا 1-2
بيدك يا سيمبا غشاش. عامله جدع يا غشاش. سيمبا بدعاك. سيمبا بدعاك. اليوزر بيتلكك. سيمبا بدعاء بايده. لا ما بعمل يا جماعة اللعبة دي. اللعبة دي فيها غش مفتوح. لا اللعبة دي غش ما ودخل في عيني معايا. دلوقتي نعمل لقاء مع محمد اللوزر. اخبارك يا لوزر؟ والله العظيم اللعبة يا جدعان غش وترجيع و طب الكورة. طب الكورة يلا كمل. طيب عايز ايه؟ قول لهم لايك وسبسكرايب. لايك وسبسكرايب يا جدعان عشان نعرف نفتح لايف يوتيوب عشان احنا لسه يعني قربنا نفتح النهارده عشان نوريكم الحاجات اللي عملناها في الفيديو ده. وده مين؟ مليك ولاد خالتك. ولاد خالتي ده اللي عملناه في الفيديو النهارده ده. كنا عايزين نوريكم لايف يوتيوب عشان يبقى احسن واسرع. بس فتحنا جينا نفتح لايف يوتيوب قال لنا لا انت لسه محتاج. مهم ايه بقى؟ لا لو نزلت بعد الكلور شوك لو لعبت في ميه وفيها كلور شوك تعمل ايه؟ تطلع تستحمى كويس جدا بميه وصابون. يعني كان لازم تستحمى بميه وصابون. والاحسن والافضل ان انت ما تنزلش في ميه فيها كلور شوك. بالظبط. احنا متعودين على الكلور زياده. لا احنا ما عندناش حساسيه كلور فاحنا بننزل عادي. لكن لو حد عنده حساسيه كلور المفروض ما ينزلش خالص في الكلور شوك. المفروض ما حدش ينزل فيه خالص. ماشي؟